السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة حبيب للمعلومات. شرف هذا الفيديو نعطيكم سعر الصرف نتاع الدينار الليبي مقابل الدينار الجزائري، والعكس الصحيح، دينار جزائري مقابل دينار الليبي. قبل تشغيل هذا الفيديو ما تنسوناش بالاشتراك وخاصة تفعيل الجرس باش يوصلك جديد. نبدأ على بركة الله. كاين الناس يحوسوا يروحوا ليبيا، يروح يحوس ولا يروح يكري المنزل ثم ولا يشي سيارة، وما يعرفش يصرف بالدينار الجزائري مقابل دينار الليبي. ما هو السعر؟ كيفاش نعرف السعر نتاع الدينار الليبي؟ وكذلك كيفاش نعرف درهمنا او مثال 100 مليون شحال تجيب لي بالدينار الليبي، والعكس مثال 100 مليون دينار ليبي شحال تجيني بالدينار الجزائري. هذه مشكله يعانوا منها بزاف خوتي الجزائريين، هذه يعانوا منها بزاف. كاين الناس وقعوا في الاخطاء وبعض المشاكل، وكاين حتى الناس خسروا الاموال في سعر الصرف نتاع الدينار. حنايا في الجزائر خوتي احنا عندنا الدينار طايح بزاف، طايح اقصى درجة. معنى الدينار الجزائري طايح اقصى درجة، معناه كان زود دول خاوتي، عندنا الجزائر وعندنا دولة اخرى والله ما نعرف شو اسمها الدولة، كذلك هي عندها ثاني العملة تاعها طايحة بزاف. كما نقول احنا خاوتي الدينار تاعنا راه تقريبا طايح، هذه حاجة باينة. الدينار تاع تونس راه اقلى من الدينار تاع ليبيا خاوتي، تكون على بالكم بيناتهم 3000، بيناتهم 3000، بين الدينار التونسي والدينار الليبي بيناتهم 3000 فقط، هذه دوها في بالكم. ما علينا، تقول لي حبيب انا يا نحوس نشي سياره، مثال حوس نشي سياره، قالوا لي سياره دي 25000 دينار ليبي، وانا ما عرفتش شحال تجيني بالدينار الجزائري، كيفاش ندير وكيفاش نحسب كيفاش نعرف السعر نتاعها باش ما يقلطونيش، وبلاك ما يحشوها ليش، بلاك ربما يدوا لي دراهمي ولا يدوا لي بالزياده ولا بالنقصان ولا. خويا ما تقلق، ما والو اخ، مع حبيب يعطيك كل شيء بالتفاصيل، كل شيء بديتاي باش تكون على بالك، باش ما تقعش بعض الاخطاء. ما علينا، نتايا رحت ليبيا، رحت ليبيا، رحت حواس ولا حتشي سيارة ولا تحاول تشي ولا تكري منزل ولا، يقول لك سيارة دير 25 دينار الليبي، يقول لك 25000 دينار الليبي. انت تقول كيفاش 25 دينار الليبي شحال تجيني بالدينار الجزائري؟ تجيني 10 ملايين والو، تجيني 70 مليون والو، 100 مليون، 200 مليون، 300 مليون، الله اعلم. وش تدير؟ هذه القيمة اللي قالها لك هو مثال 25000 دينار، 25000 دينار ليبيا، هذه 25000 تضربها في 4000، 25000 دينار ليبي اضربها في 4000 تعطي لك بالدينار الجزائري بهذه الطريقة، ما كانش طريقة أخرى. دائما القيمة اللي يعطيها لك صاحب السيارة ليبي، دائما القيمة تاع السيارة تضربها في 4000 تعطي لك شحال بالدينار الجزائري، ولا العكس الصحيح. سبيل المثال انت عندك 100 مليون، 100 مليون دينار جزائري، شحال تجيني بالدينار الليبي؟ وش دير؟ اضرب 100 مليون، عفوا 100 مليون اقسمها على 4000، فهمتوا خوتي؟ 100 مليون قسمها على 4000 تعطي لك شحال بالدينار الليبي. سبيل المثال انت عندك 50 مليون، 50 مليون قسمها على 4000 تعطي لك بالدينار الليبي بهذه الطريقه خاوتي، ما كانش طريقه خد اخرى ولا يحشيها لك يقول لك راه يدير 7000 ولا يدير 5000 ولا يدير 10000 ولا فامي، لا، دائما تجي تحول من دينار الليبي الى دينار جزائري، ولا العكس من دينار الليبي الى دينار الجزائري، دائما شوف شحال راه يدير واحد دينار، معناها واحد دينار ليبي دراهمنا خاوتي يدير 4000. كما
الدينار التونسي، دينار تونسي راه واحد دينار خاوتي راه يدي تقريبا 7000، معناها 100 دينار تونسيه تضربها دائما في 7 تعطيك بالدينار الجزائري، ولا العكس 100 دينار تونسيه قسمها على 7 تعطي لك شحال بالدينار الجزائري. بهذه الطريقه خاوتي، هذه الطريقه كاع الناس يخدموا بيها، وكاين الناس ما يحلبوكمش بيها هذه الطريقه خاوتي. كاين داخل في هذه المجال تاع البيع والشراء العملات المحليه كما الدينار الليبي، الدينار التونسي، العمله تاع السعوديه، العمله تاع السودان، ولا جنيه تاع المصريه، ولا فهمتوا خاطر دائما الاخرى شوف شحال راه يدير الواحد، معناها دينار واحد شحال يدير مقابل الدينار الجزائري. كيما نقول لك انايا واحد اورو درهم شحال خاط يدير 23000، معناها مثال اضرب دائما 100 يورو قسمها على 23 تعطيك شحال درهم، ولا العكس الصحيح دائما تضربه في الاخرى. وبعد مثال كما نقول احنا 500 يورو، 500 يورو شحال تجيني بالدينار الجزائري، دير 500 يورو خاوتي، 500 يورو قسمها على 23000 تعطيك شحال بالدينار الجزائري، تعطيك لك تقريبا 11 مليون، 11 مليون و500 ها في هذه الجوايه. لهذه الطريقه خاوتي باش تكون على بالكم، باش ما تقعش بعض الاخطاء، كاين الناس ربي يهديهم ما يعطيكش الصح، كاين ما يعطيكش الصح، علاه ما يعطيكش سر المهنه، ما يعطيكش سر المهنه، دائما هو يكون عنده معلومات توني ما عندك حتى معلومات، علاه باش هو يربح، باش هو دائما عنده الارباح، دائما تكون عنده الارباح خاوتي، دائما تكون عنده الارباح. هذه هي موصيكم صاي خاوتي، والنصيحه تاع اخ مش نصيحه اخ اخر ولا نجي من راسي ولا لا، راني يعني نهضر من قلبي خاوتي. دائما تجي تحول من الدينار الى الدينار ولا من اي عمله، دائما سقط شحال يدي السعر، دائما سقط شحال يدي الصرف، دائما على الصرف نتاع العملات خاوتي دائما يهبط ويطلع، دائما يهبط ويطلع، يطلع ويهبط، ما عندوش نقول حنايا العمله ثابته، فهمتوا خاوتي، دائما يطلع ويزيد كما الاورو، كما الاورو خاوتي ماهوش السعر نتاعو ثابت، على كل خطا يطلع، يطلع يزيد ب 20 ميل، ينقص ب 10000، يطلع ب 15 ميل، يهبط ب 30، بهذه الطريقه خاوتي. فهمتوا خاوتي؟ هذه دوها في بالكم خاوتي، لازم لك قبل ما تبدا ولا قبل ما تروح الى اي بلد في العالم، دائما شوف شحال السعر اش راه يدير، باش نهار تروح البلد دوله اخرى باش ما تكونش عندك مشاكل، بالك تاع اون بانت، ما بالك دراهم تكذلك ما تكفيكش، لا دائما تخرج من الجزائر دائما شحال يدي السعر. مثالك راح الدوله، مثالك امريكا، كندا، اوروبا، دائما شوف شحال يدي السعر تاع الاورو ولا الدولار، وديه معاك ربي سهل. فهمتوا خاوتي؟ هذه هي مهمه جدا. مهم اللي عنده اي مشكله ولا عنده استفسار ولا ما يعرفش كيفاش يحول بين عملتين ولا جات صعوبات ولا، خلينا التعليق اسفل هذا الفيديو ولا يتواصل معنا عن طريق الواتساب. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.